كرويا دائما أنهى فريق الوداد البيضاوي مرحلة الذهاب من موسم البطولة الاحترافية في المركز الأول متبوعا بالرجاء ثم الجيش الملكي، فظاهرة الموسم فريق الشباب الرياضي السالمي الصاعد حديثا لقسم الكبار والذي يتواجد في المركز الرابع. وفي أسفل الترتيب يتواجد نادي سريع واتزم ثم مولودية وجدة. قراءة في ذهاب الدوري المغربي لكرة القدم مع الإطار الوطني هشام الإدريسي. الجولة الأولى من مرحلة الذهاب في البطولة الاحترافية الأولى كانت فيها أرقام ومستويات متعددة، فبالنسبة للحصيلة الرقمية فالوداد كان هو أقوى خط هجوم بتسجيله 27 هدف، متبوع بشباب السالمي ب 27 هدف، ثم كذلك أقوى خط دفاع كان مناصفة بين المغرب الفاسي والرجاء البيضاوي بعشرة ديال الأهداف، فيما استقبلت شباك فريق سريع واتزم 25 هدف وسجل فقط 5 أهداف في 15 المباراة. يمكن أن المستويات كانت متباينة في هذا الجولة من حيث المؤدى التقني، لأن هناك مباريات عرفت مستوى متوسط وهناك من عرفت أقل من متوسط، ونادرا ما شاهدنا مباريات بمستويات عالية سواء من حيث الأداء أو من حيث الإيقاع. من حيث يعني الطراوة البدنية واللياقة البدنية والمنسوب البدني، أعتقد بأن كانت هناك رتابة كثيرة في مجموعة من المباريات جرتنا حتى إلى الملل، فربما الانسداد الذي وضعه المدربون والتخوف من الإقالة والهزيمة جعل كثير المباريات تلعب في وسط الميدان وتعرف تكتيكا صارما ولكن بشكل عقيم، بحيث الاجتهادات الفردية للاعبين هي من أعطت بعض الأهداف المتميزة وكانت بالجملة. أعتقد في هذه الجولة كذلك مسألة إقالة المدربين والتي ضربت الرقم القياسي، بحيث مجموعة من الأندية غيرت مدربها، أكثر من أندية غيرت 3 مرات المدربين، هناك من الأندية من استنجدت بمساعدي المدربين، وغريب كرة القدم المغربية هو أنه بعض الأندية لما تغير مدربها ويكون هناك فقط مدرب مساعد تحقق النتائج والانتصارات، وهذا أمر ربما يحدث فقط في البطولة الاحترافية، لأن ليست صدفة، إنما هناك مجموعة من الأندية عملت على هذا المؤدى واستطاع فريقها أن يحقق النتائج الإيجابية. مجملا ممكن أن أقول على أن البطولة الاحترافية هذا الموسم عرفت مشاكل بالجملة، خصوصا من الناحية المادية والتي أرخت بدلها على المستوى العام، إضراب اللاعبين، عدم صرف المستحقات، عدم صرف الرواتب وكذلك المنح، كل هذا جعل بعض الفرق ولاعبيها يخوضون إضرابا عن التدريب، مما عطل عجلة هذه الأندية أثناء المباريات الرسمية وحصدت نتائج سلبية. أعتقد لا بد أن يعاد النظر في الهيكلة الجديدة لكرة القدم الوطنية وللبطولة الاحترافية، والتي الآن هي التي تتسيد القارة الإفريقية لموسمين متتاليين.